بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حديثنا في هذا الفصل عن علم الخلية. في هذا الدرس سوف نتحدث عن النقل الخلوي. في نهاية هذا الدرس سوف نكون قادرين بإذن الله تعالى على المقارنة بين طرق انتقال المواد عبر الخلايا. كيف تنتقل المواد إلى داخل الخلية وخارجها؟ ذكرنا في الدرس السابق على أن انتقال المواد من وإلى الخلية يحدث عن طريق الغشاء الخلوي، والغشاء الخلوي يتميز بالنفاذية الاختيارية. فعملية انتقال المواد من خلال الغشاء تحدث بطرق مختلفة. ممكن أن يكون لدينا هناك انتشار بسيط، هي الطريقة الأولى. في الانتشار البسيط لا يتطلب حدوث طاقة، يعني هنا لا يحتاج إلى طاقة. لماذا؟ لأن المادة بسيطة، هي عبارة عن غازات. ممكن هنا نتحدث عن كمثال عن غاز الأكسجين، وهذه اللي هو الغازات سوف تنتقل إلى الجهة الأخرى بسبب اختلاف التركيز، أي من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض. فنلاحظ أن خارج الخلية كمية غاز الأكسجين أكثر من ما هو موجود داخل الخلية. هنا لو فرضنا أنه داخل الخلية، هنا خارج الخلية، سوف يكون حركة الغازات باتجاه من خارج الخلية إلى داخل الخلية، وذلك بسبب أن التركيز خارج الخلية هو أعلى من التركيز داخل الخلية. وكما ذكرنا هذه العملية لا تتطلب حدوث أو وجود طاقة. النوع الثاني من الانتقال المواد هو النقل النشط. النقل النشط هو نقل يحتاج إلى طاقة، فهذا النقل يحتاج إلى طاقة. يتم نقل النشط عن طريق قناة، هذه القناة هي عبارة عن بروتين تقوم بإدخال مجموعة من الأيونات عبرها، أيونات محددة. يعني كمثال ممكن أن يكون مثلا أيونات الصوديوم أو أيونات البوتاسيوم. لا يمكن أن تنتشر هذه المواد وتنتقل إلى داخل الخلية من الجزء اللي أشرنا إليه سابقا من طبقة الدهون المفسفرة. النوع الثالث بالنسبة للانتشار الميسر، يتم فيه انتقال مركبات تكون كبيرة في الحجم مثل الجلوكوز كسكر. نلاحظ أن تركيبه هو عبارة عن C6H12O6، فيعتبر مركب كبير لا يمكن أن ينفذ من خلال طبقة الدهون المفسفرة، ولا يمكن أن يدخل داخل قناة محددة، وبالتالي يحتاج إلى ناقل، وهذا الناقل أيضا يكون مكون من بروتين. وبما أن نتحدث دائما عن انتشار، فالانتشار هو انتقال مادة من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض. ولكن نلاحظ هنا أن هذه المادة كبيرة في حجمها، كبيرة في تركيبها، هي ليست نفس الغازات. لاحظوا الغازات يعني كانت أكسجين O2 أو ثاني أكسيد الكربون CO2. نحن نتحدث هنا عن مركب، يعني بالنسبة للخلية يعتبر مركب كبير، لا يمكن أن ينتقل عن طريق طبقة الدهون المفسفرة، وإنما يحتاج إلى ناقل بروتيني خاص كي ينقل هذا السكر إلى داخل الخلية. النوع الرابع من عمليات النقل أو انتقال المواد هو خاص للماء. كما ذكرنا سابقا، الطبقة هذه طبقة الدهون المفسفرة تتكون من رأس وذيل. الرأس هو محب للماء، بينما بالنسبة للذيل هو كاره للماء. فمن الممكن أن يذوب الماء في هذه الطبقة الأولى، طبقة الرأس، ولكن لا يستطيع النفاذ من خلال هذه الطبقة الكارهة للماء. ولذلك توجد قنوات خاصة للماء، هذه القنوات الخاصة أيضا بروتينية. فإذا الماء ينتقل عبر قنوات خاصة يطلق عليها باسم أكوابيورين. هذه القنوات الخاصة تسمح بانتقال الماء من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض. فإذا الخاصية الأسموزية أيضا هي خاصية يعني لا تحتاج إلى وجود طاقة.
يعني الانتقال الوحيد اللي موجود لدينا هنا يحتاج إلى طاقة هو النقل النشط. النقل النشط هو الذي يحتاج إلى طاقة، بينما الأسموزية والانتشار الميسر والانتشار البسيط لا تحتاج إلى طاقة. كما نلاحظ هنا يعني مراجعة أيضا سريعة بين الأكتف ترانسبورتس يحتاج إلى طاقة requires energy، طيب هنا يحتاج إلى طاقة، هنا لا يحتاج إلى طاقة. الذي يحتاج إلى طاقة مثل لاحظوا الانتقال المادة من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع هو العكس، فبالتالي تحتاج إلى تتم عن طريق اللي هو قناة، وهذه القناة أيضا تحتاج إلى مركب ATP كما سيمر علينا لاحقا اللي هو طاقة، لأنها عكس اللي هو التركيز. كذلك الاندوسايتوسيس هو عبارة عن الالتهام الداخلي، لاحظوا هذه تستهلك جزء من الطاقة وجزء من الغشاء البلازمي الذي سوف يحيط بهذه المادة ويتشكل على شكل حوصلة أو فجوة. بينما هذا النوع من النقل السلبي الباسيف ترانسبورت يعني does not require energy، لا يحتاج إلى طاقة. فمن أمثلتها الخاصية الأسموزية، نلاحظ أن الماء جزيئات الماء تدخل إلى داخل كرية الدم الحمراء تجعلها تمتلئ إلى أن تنفجر، أن تركيز الماء خارج الخلية أعلى من الداخل، فبالتالي سوف يقوم الماء بالدخول إلى داخل هذه الخلية، وكما ذكرنا عن طريق يعني الأكوا بيورين. كذلك الديفيوجن اللي هو الانتشار، وهو عبارة عن انتقال المادة من مناطق التركيز المرتفع إلى مناطق التركيز المنخفض، يعني بدون استخدام أي نوع من القنوات راح تذوب هذه المواد بشكل بسيط جدا، وراح تعبر من خلال طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة بشكل يعني سهل. بينما الفاسيليتيتد الديفيوجن او النقل الميسر، طيب هنا نفس طريقة النقل، انتقال المادة من مناطق تركيز مرتفع الى مناطق تركيز منخفض، طيب ولكن هذه المواد لا يمكن ان تعبر منطقة الدهون المفسفرة، ولكنها تحتاج الى قناة، هذه القناة سوف تعبر من خلالها هذه المواد، وذلك بسبب كبر حجم هذه المواد، يعني مثل كما ذكرنا مثل سكر جلوكوز لا يمكن أن يعبر كما تعبر أو تنفذ الغازات من طبقة الدهون المفسفرة، وإنما تحتاج إلى قنوات خاصة لنقلها من وإلى داخل الخلية. هذه من طرق الانتقال المواد، وهذه الطريقة تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى طاقة، ويطلق عليها باسم الالتهام الخلوي. فكما نلاحظ أن الخلية عندما تجد بعض المواد الكبيرة في الحجم فتقوم بتكوين فجوات أو حويصلات، بحيث أنها يعني عن طريق الغشاء البلازمي تقوم بعملية تكوين يعني فجوة حول هذه المواد، تدخل هذه المواد، وكما ذكرنا يأتي الليزوسومات بعد ذلك وتقوم بعملية هضمها. يعني تذكير للمقاطع الفيديو السابقة، فهذه تحتاج إلى طاقة. عكس عملية الالتهام الخلوي، هناك عملية الطرد الخلوي أو الإخراج الخلوي، هي عملية معاكسة للالتهام. تأتي مجموعة من المواد التي لا ترغب فيها الخلية، تندمج مع الغشاء البلازمي، ثم تقوم بعملية إخراج هذه المواد الضارة أو المواد الغير مرغوب فيها إلى خارج الجسم الخلية. هذه العملية يطلق عليها باسم عملية الإخراج الخلوي أو الطرد الخلوي في بعض الأحيان، وكذلك أيضا تحتاج إلى طاقة.
نأتي الآن إلى تدريبات، حل تدريبات وتحديات في هذا القسم في موضوع النقل الخلوي. عنوان الرسوم الآتية المتعلقة بعمليات النقل في الخلايا بالمفردات الآتية: الانتشار، النقل النشط، الخاصية الأسموزية، الاتزان أو الانتشار الميسر. تشير الأسهم إلى اتجاه النقل. طيب، بالنسبة لي A، نلاحظ أن هناك تركيز مرتفع من ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون يكون مرتفع ويكون اتجاهه إلى خارج اللي هو الخلية. خارج الخلية تركيز منخفض لثاني أكسيد الكربون، فإذا نحن نتحدث عن غازات وتركيزها يكون تركيز منخفض. في هذه الحالة سوف يتم الانتقال عن طريق الانتشار البسيط أو الانتشار، لأنها عبارة عن انتشار غازات بسيطة من مناطق التركيز المرتفع إلى مناطق التركيز المنخفض. B، لدينا 8 جزيئات ماء داخل الخلية وجزيئان ماء خارج الخلية. كما نلاحظ أن نتحدث هنا عن الماء، الماء فمعناتها خاصية أسموزية. C، لدينا 25 جزيء جلوكوز خارج الخلية وخمس جزيئات جلوكوز. عندما نقول جلوكوز فمعناته هذا جزيء كبير، هذا الجزيء الكبير نلاحظ أنه منتقل من منطقة تركيز مرتفع إلى منطقة تركيز منخفض. هذا الانتقال في التركيز يحتاج إلى وجود انتشار، ولكن نوع الانتشار لدينا هو الانتشار الميسر. دي، لدينا تركيز مرتفع من الأملاح المعدنية داخل الخلية وتركيز منخفض من الأملاح المعدنية خارج الخلية، والانتقال يكون من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع. أكيد هذا الانتقال سوف يحتاج إلى طاقة، لأنه سوف نقوم بنقل مواد من خارج الخلية تركيزها منخفض إلى داخل الخلية تركيزها مرتفع، فبالتالي سوف نحتاج هنا إلى عمليات النقل النشط. E، داخل الخلية 10 جزيئات ماء وخارج الخلية 10 جزيئات ماء، فيكون هناك عملية دخول وخروج، ولكن نلاحظ أن العملية في عملية اتزان، لأن لن يحدث عملية انتقال، وذلك لأن تركيز الماء داخل الخلية وخارج الخلية متساوي، فبالتالي لن يكون هناك أي عملية انتقال، فهذه سوف تشير إلى الاتزان. ادرس رسم الغشاء البلازمي ثم حدد المواد المبينة بالأسهم والمشار إليها بالأحرف من الـ A إلى الـ E. طيب، طبعا استخدم في إجابتك المواد التالية: ثاني أكسيد الكربون، الجلوكوز، الأكسجين، الماء، الفضلات للحل. ويقصد بهذا السؤال التعرف على ما هي المواد التي سوف تفضل الخلية أن تقوم بعملية إدخالها أو تقوم بعملية إخراجها أو إدخالها وإخراجها في نفس الوقت. بالنسبة لي المادة A، ما هي المادة التي من الممكن أن تخرجها الخلية وتدخلها الخلية على حسب احتياجها؟ طبعا لا يمكن أن تقوم الخلية في هذه الحالة بأخذ ثاني أكسيد الكربون، لأن ثاني أكسيد الكربون هي من المواد التي تخرجها الخلية فقط. بالنسبة لي الجلوكوز أيضا عبارة عن مادة فقط تدخل داخل الخلية ولا يمكن أن تخرج خارج الخلية. الأكسجين كذلك. الماء، نلاحظ أن الماء من الممكن أن الماء يدخل داخل الخلية على حسب احتياجها، وعندما تزداد كمية الماء داخل الخلية أيضا تقوم الخلية بإخراج الماء. فبالنسبة لA هو الإجابة سوف تكون الماء. بالنسبة لB وC، ما هي المواد التي من الممكن أن تدخل داخل الخلية فقط لها اتجاه واحد؟ الخلية التي المواد التي تحتاجها الخلية عادة،
وهي الجلوكوز والأكسجين. فإذا من الممكن تحتمل الإجابة بأن الجلوكوز أو الأكسجين. بالنسبة لسي أيضا نفس الطريقة، الجلوكوز أو الأكسجين. بالنسبة لدي وإي، ما هي المواد التي تخرجها الخلية عادة؟ يعني لا تريدها الخلية، راح تكون أكيد ثاني أكسيد الكربون والفضلات. طيب هي دي وإي، فراح يكون لدينا دي ثاني أكسيد الكربون أو الفضلات، وإي نفس الطريقة ثاني أكسيد الكربون أو الفضلات. بالنسبة لإف، لأن هنا ذكر لنا السؤال فقط يعني من A إلى E. السؤال الثاني، حدد اسم المادة المطمورة في الغشاء البلازمي والمشار إليها بالحرف F. ذكرنا أن لما يكون لدينا طبقة الدهون المفسفرة وهي طبقة مزدوجة، ذكرنا بأن توجد يعني مواد، هذه المواد تعمل على النقل، فهي بالتالي من الممكن أن تكون في هذه الحالة أقرب إلى أنها تكون بروتينات ناقلة، تعمل على نقل المواد الكبيرة في الحجم مثل الجلوكوز إلى داخل الخلية. فبالتالي من الممكن أو الأقرب إجابة تكون بروتينات ناقلة. شكرا جزيلا لمتابعتكم واستماعكم، تقبلوا تحياتي ونراكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى.